السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا متابعي قناة من الآخر وخلاص معكم محمد نور الدين مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدور العراقي اللي هتبدأ اليوم الخميس 8 أربعة 2021 وواحد وتلعب منها مباراتين بالفعل وفي مباراة جارية الآن وبعتذر عن تأخير جدا آسف لحضراتكم وأعمل كل مباراة مهمة في الدور العراقي بإذن الله تعالى إن أحيانا الله عز وجل كل مباراة مهمة هعملها منفصلة وتابع لك الرابط مره تزور القناه زي في القناه وتضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على وسبسكرايب اعمل لك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى اليوم الخميس 8 4 2021 الحدود لعب خلاص امام القاسم انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 2 2 السماء تعادل امام النفط 1 1 بعتذر لحضراتكم الان نفط ميسان يلعب امام اربيل في الدقيقه 30 واربيل فايز على نفط ميسان 1 0 مباراة النجف أمام الشرطة هيكون معادها الساعة 6:45 دقيقة يعني سبعة لربع مساء بتوقيت مصر الساعه 7:45 دقيقه يعني 8:15 مساء بتوقيت العراق ومكه المكرمه على القناه الناقله قناه الشباب الرياضيه اتش دي غدا الجمعه 9/4/2021 الكرخ هيلعب امام الميناء الساعه 2 ظهرا او مساء بتوقيت مصر 3 عصرا او مساء بتوقيت العراق الكهرباء هيلعب امام زاخو الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر 4 عصرا او مساء بتوقيت العراق نفط البصره هيلعب امام بغداد الساعه 4:30 عصرا او مساء بتوقيت مصر 5:30 مساء بتوقيت العراق نفط الوسط يلعب امام الطلبه الساعة ستة خمسة واربعين دقيقة عن سبعة مساء بتوقيت مصر الساعة سبعة خمسة واربعين دقيقة عن تمانية إلى مساء بتوقيت مكة المكرمة القنوات ناقلة للمباريات الاربعة قناة الشباب الرياضية الاولى اتش دي بالنسبة لمباراة الكرخ امام الميناء والكهرباء امام زاخو الاتنين يعتبر في توقيت واحد سيتم اذاعة مباراة الكرخ امام الميناء في نفس توقيتها أمام مباراة الكهرباء امام زاخو هيتم تاجيلها بعد اخر مباراة في هذا اليوم يعني هتتسجل وتتذاع في المساء يوم الاحد 11 4 2021 كان عندنا مباراتين الصناعات الكهربائيه امام الزوراء الساعه 3:00 عصرا او مساء بتوقيت مصر أربعة عصرا او مساء بتوقيت العراق ومباراة القوة الجوية أمام الديوانية ودي مباراة تم تأجيلها علشان القوة الجوية المفروض إن هو كان بيلعب في التصفيات المؤهلة لدور أبطال آسيا يعني اللي مكتوب في موقع تاني إن المباراة دي تم تأجيلها لو ما تأجلتش هي ميعادها الساعة خمسة ونص مساء بتوقيت مصر ستة ونص مساء بتوقيت العراق بالنسبة لمباراة الصناعات الكهربائية أمام الزوراء في موقع تاني كاتب إن هي ميعادها يوم الثلاثاء 13 أربعة في نفس التوقيت كان معكم محمد نور الدين من قناة من آخر الخلاصة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو بعتذر عن التأخير نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته